في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا لهذا اليوم، لقاءات وحوارات خاصة. وكما عودناكم دائما نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي بضيفة حلقة برنامجنا لهذا اليوم، المحامية نجاح العابد. أهلا وسهلا فيك محاميتنا الكريمة. أهلا فيك. تشرفنا طبعا باستضافتك ببرنامج لقاءات حوارات، وحابين بداية برنامج لقاءات حوارات نتعرف عليك من الناحية العلمية والعملية. تفضلي. أنا خرجت الجامعة الأردنية، تدربت وانتسبت لنقابة المحامين الأردنيين في عام 2000. منذ عام 2000 وأنا عم بمارس مهنة المحاماة. أكثر القضايا اللي عم بشتغل فيها اللي هي إزالة الشيوع والشيكات وقضايا الجمارك والمطالبات المالية بكافة أنواعها وإخلاء المأجور، تقريبا يعني كل شغل بنصب على هذه الجزئيه من القانون. طبعا في كثير يعني مواضيع بتتعلق بالقانون في الجزاء، بس انا كل قضاياي لا كلها حقوقيه. تمام. هلا تعرفنا عليك محاميتنا الكريمه ست نجاح العابد، حابين نتعرف على الخدمات اللي بتقدميها في مكتب المحاماه من الخدمات القانونية زي ما بتعرفي. تفضلي احكي لنا عن الخدمات اللي بتقدميها والقليل بتبنى تقديم الخدمة من خلال تقديمها اكيد للناس كشكا وكغيرها من الخدمات. يعني بحضر عندي الموكل بشرح لي طبيعة المشكلة اللي تعرض لها، وانا عضو الشرح اللي بحكي لي الموكل، عرفتي كيف، والوقائع اللي بسرد لي اياها. بقوم بدراسة القضية وبشوف مدى جديتها ومدى امكانية اني اساعده فيها. فعضو الوقائع اللي بيوصل لي اياها او بيعطيني اياها موكلي، هنا انا بتحرك بشوف طبيعه القضيه ايش هي بتتعلق بشو طبيعتها، وانا على هذا الضوء بمشي بالقضيه له. تمام. يعني هلا تحدثنا عن طبيعه تقديم الشكوى من قبل اكيد الفرد اللي بيجي لعندك. حاليا بدنا نتعرف على ابرز القضايا اللي مستلميتها محاميتنا الكريم. انا عندي قضايا، عندي جمارك اللي حوالي من 2000 بشتغل قضايا جمارك منيح. وعندي قضايا كمان استملاكات واراضي، وعندي نفس الشيء من 2000 قضايا ازاله شيوع. طبعا. يعني والحمد لله اموري فيها منيحه، نشكر الله. طبعا. الحمد لله. الحمد لله. هلا ست نجاح العابد بدنا نتعرف على يعني نوع من انواع القضايا اللي استلميتها كقطاع محاماه، يعني بدنا تخصصينا ممكن القسم. يعني احنا عم بنواجه مشكله، احنا حسب يعني المشاكل اللي راح نتعرض لها بالقضاء اللي هي قضايا ازاله الشيوع اللي بتاخذ مده من الزمن طويله. يعني على سبيل المثال احنا انا ماشي بقضيه من 2000 ولا زالت لحد الان ل 2018 لسه ما انفصلت. يعني هذا هو مش غلط لا بالمدعي ولا بالمدعى عليه، بس مشكلة قضايا إزالة الشيوع إنه كل مرة بطلع فيها ناس جداد من الورثة. يعني المحامي ببلش بالإجراءات، ببلغ وبتمشي الدعوة، فجأة الناس اللي بتبلغوا ما بكل معنوين واضحة. يعني هلا إحنا عم بتواجهنا مشكلة مع دائرة الأحوال المدنية، لما بدنا نبلغ شخص بنلاقي رقم تليفون، رقم التليفون حتى ما بكون ثابت، ممكن يغيره. يعني مشان هيك احنا عم بنلاقي صعوبة بالتبليغات. يعني لحد هلا قديش يعني وزارة العدل حاولت انها تسهل علينا امور اجراءات التبليغ، بس لا زلنا عم بنعاني من هاي المشكلة. وعلى ضوء ذلك عندي قضايا بقول لك من 2000 لحد هلا ما خلصت. يعني ممكن نحكي قضايا قصيرة المدى وقضايا بالضبط بالضبط بالضبط، في حين انا يعني عندي حوالي يمكن 7-8 قضايا مع القضية هاي خلصتهم من زمان واخذوا معي 3-4 سنوات. بس هذه القضية لأنه لكثرة الشركاء الموجودين في هاي القضية، وللأسف كمان في محامين بيحاول كمان يعطلوا مصلحتهم، يعطلوا خاصة إذا كان في بالقضايا فيها مزاد علني وتم فيها عرفتي كيف كم ورثت على بعض الموكلين، عرفتي كيف، فبصير هدف المحامي أو الطرف الثاني إنه يماطل وإنه يعني يحاول إنه يضل يأجل، بس هذا مش مصلحة لا أنا كمدعي ولا مدعى عليه ولا مصلحة الناس. الأصل بالقضاء أنه يجزم وأنه يعني يحط بالضبط أنه يحطها أنه يحل المشكلة، وأنه ما يسمح للطرف الثاني أنه يضل يماطل بالقضية. بالضبط بالضبط بالضبط، ما هي لا يعني القضاء بيحاول، بس بصراحة في أخطاء من قبل المحامين للأسف. يعني أنا بالنسبة إلي هسه عم بتعرض بقضية أنه كل ما بنحاول ننهيها والقاضي بيمشي معنا فيها بيطلع لنا زميل يحاول عرقل السير فيها، مرة بحضر وبغيب.
تروح على الاستئناف برد يفسخها من الاستئناف وترد ترجع كمان مره. طبعا هاي بالضبط بالضبط يعني عندنا هاي المشكله. بقول لك انا يعني تقريبا عندي 17 سنه بقضيه ازاله شيوع. شوفي كم قضيه قديش اخذت منا وقت وجهد، يعني مش سهله ولسه ما خلص ما خلصت. يعني ممكن زي ما بنحكي هاي المشاكل بتواجه من ناحيه طبعا المحامي مستلم الدعوه او من خلال الناس اللي وكيله حتى يستمر. بالضبط بقول لك الغلط مش بالناس، الغلط بصراحه ببعض المحامين الاساتذه هدفهم الاطاله. وهذا مش بصالحي ولا بصالحه الاصل. يعني انا بصراحه بهاي القضيه مدة علي مصلحه موكليني اني افرز واخذ لهم حقوقهم مشان يعرف كل واحد وين ارضه. ومع ذلك يعني الزملاء الثانيين عرفتي كيف لا بحاولوا يضلوا يمطوا فيها ويتجاوزوا فيها، بس هذا كله مش لصالحه. يعني تمام، شكرا لك. اهلا فيكي. حابين نشوف تطلعاتكم كمان برضه اكيد يعني المستقبليه بهالمجال، الشيء اللي بتحبوا تطمحوا حتى توصلوا في قطاع المحاماه، في القطاع اكيد مهم، بحل قضايا مجتمع، بحل قضايا ناس، اكيد ترجع لها الحق. حابين نشوف تطلعاتكم المستقبليه بهالمجال اكيد. والله شوفي هو قطاع المحاماه قطاع ممتع ورائع، وخاصه اذا استخدم المحامي في الطريق الصحيح. والمحامي هدفه احقاق الحق. واحنا والقضاه يدين مع بعض، يعني يد واحدة ولا يمكن محامي لحاله قاضي لحاله ولا يمكن. وأنا من الناس اللي بكن حتى للقضاء كل الاحترام والتقدير، يعني خلال خبرتي يعني إلي تقريبا 18-19 سنة مع التدريب، تقريبا إلي يعني 21 سنة، يعني الحمد لله لم أتعرض ولا في يوم من الأيام لصدام مع حدا من القضاء. يعني بجللهم كل الإكبار والاحترام والتقدير، وحتى المحامي القاضيات بصراحة. يعني عم بسمع من الزميلات والزملاء انه بعض القضاة البنات الجداد انهم عم بتعرضوا لهم للإساءة. انا بصراحة لم اصادف او لم تحصل معي هذه المشاكل صدقا جد. يعني عم بسمع من الزميلات، بس انا صدقا ما تعرضت لها، يعني ما بشوف منهم الا كل الاحترام والتقدير صدقا. يعني الحق يقال، الاصل بالمحامي انه يحصل حقوق الناس، واحنا الحمد لله عندنا منظومة قوانين وضعت لتحصيل حقوق الناس، والتعديلات الجديدة اللي صارت عنا واللي هلا راح تتنفذ من شهر واحد، إيش بلش فيه بشهر 10 و11 و12، يعني كلها وضعت لمصلحة المواطن ومصلحة المحامي. والأصل فيها كمان هو إسرعة البت والإجراءات بالبت بالقضايا، حتى ما يصير فيها يعني حتى ما يصير فيها طول مدة بالتقاضي. وإحنا إن شاء الله على ضوء التعديلات اللي صارت إن شاء الله إنه يعني الأمور بتصير للأحسن للمواطن وللمحامي. هلا خطر في بالي اثناء المقابله انه المحامي هل انه لازم يكتسب بصفات معينه؟ طبعا طبعا نعرف اهم الصفات طبعا بشخصيه المحامي طبعا حتى يعني يختار هالمهنه. هلا زي ما بنحكي بنهايه البرنامج بنحكي كلمه عن الجيل الناشئ، المحاماه صدقا مو سهله، بعدين مسؤوليه وهي امانه صدقا. انت لما تحلفي وتقسمي على كتاب الله انك تكوني يعني انك تتحمل مسؤوليه المحاماه وانك تصون حقوق الموكل وانك تديري بالك على مسؤوليته وتديري بالك على، يعني مو سهله. المحامي لازم يكون عنده شخصيه، لازم يكون عنده سرعه بديهه، لازم يكون متكلم بطلاقه، لازم يكون من النوع اللي بواكب التطورات بالقانون ويرجع للمراجع ويتعب على قضيته، لانه كمان مو سهله تستلمي يعني مصالح الناس وما تديري بالك عليها، مسؤوليه هاي. عرفتي كيف؟ ملاحظه ممكن طبعا ممكن نشرح لك ممكن ما نحكي بالقضيه، ممكن انه يكون عنده سرعه البديع في اخذ المواقف والاحداث ممكن. طبعا 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 انا معك. وللاسف انا بحكي لك في بعض الموكلين بصراحه لما يجي يحكي لك عن قضيه بيعطيك وقائع انه قضيته انه مظلوم وانه ما كل حقه وانه انسان مضطهد وانه انسان مغلوب على امره. بالضبط يعني انا من الناس يمكن حوالي قبل 10 سنوات اجاني موكل واقنعني انه انسان مظلوم وشكاته كلها قانونيه، ومشيت بالشكات اكتشفت انه هذا الانسان كان بصراحه غير صحيح. يعني 3 جلسات وانسحبت منها. كمان هاي مسؤوليه، يعني انا دافع عن انسان اكتشفت بينه وبين نفسه من خلال وقائع انه انسان بنصب على ناس ثانيين، انا مو مستعد اكمل فيه بهيك نوعيه قضايا. فاهم شو المصداقيه، المصداقيه عرفتي كيف؟ والحس بالمسؤوليه. طبعا طبعا ما بقول لك انا يمكن بعد جلستين معاه اكتشفت انه انسان غير، مع ان كل الوقائع معاه كلها لصالحه، بس حسيت بيني وبينه
يعني لما جلست معه وصرت ادرس بالموضوع اكثر واشوف الشهود حسيت انه الموضوع انه في ما في مصداقيه، انه في عمليه نصب، فانسحبت منها. ثالث جلسه انسحبت منها تركتها، ومع انه كان مبلغ كبير وانا ممكن استفيد، بس انا تركتها. يعني ضميري المهني بحتم علي، عرفتي كيف، اني ما اساعد انسان انه يعني انه يظلم انسان ثاني ومع انه كل شيء لصالحه. انا مو مستعده امشي بهيك قوانين، عرفتي كيف، او امشي بهيك طريق، يعني صعبه. بدرس القانون، بدنا نحكي لهم كلمه تشجيع لهالمجال، استمراريه في العمل، نصائح لهم حتى انهم يكونوا اكيد جيل ناجح. والله شوفي، المحامي اللي بده صدقا، المحامي اللي بده يكون يعني يكون محامي متمكن وعنده القدره على القيام بالعباء اللي راح تكون ملقاه عليه من موكلينه، بده يتعب على نفسه كثير. اذا ما تعب على نفسه كثير واجتهد وثابر وتابع القضايا اللي بيوكلوا فيها المحامي الاستاذ اللي عنده، صعب انه بصراحه انه يعني يوصل يصير فالاصل بالمحامي المتدرب انه يتعب على حاله وانه يراجع ويطالع، عرفتي كيف، وبرضه انه كمان انه ينزل على المحاكم. المحاكم بتعلم، المحاكم مدرسه بحد ذاتها، عرفتي كيف. فاذا هو تعب على حاله استاذ يعني بوجهه، بيعطيه الطرق والاساليب كيف ممكن تصير مسح قضايا، بيعطيه فكره كيف. بس اذا ما هو راح ومارس والتزم فصعب يتعلم حتى يكتسب خبره. طبعا طبعا صعب، لا صعب صعب، يعني خاصه المحاكم بصراحه بتعلم زي دائره التنفيذ. يعني تروحي مثلا محاميه وما تفوتي على دائره التنفيذ وتتابعي كل الاجراءات، ما راح تتعلمي شيء. ممكن نحكي عن قطاع العمل المحاماه انه قطاع ممتع؟ والله انا بصراحه دخلت لها عن رغبه، انا من الاساس بصراحه دخلت بالاول تجاره، كليه التجاره، بس لرغبتي بالقانون حولت التجاره للقانون بدون علم والدي، عرفتي كيف، صدقا يعني بعد يعني لهي لرغبه. فهي القانون يعني اذا ما دخلتي لها برغبه وبقناعه صعب انك تمشي فيها. فهي بصراحه قطاع كثير حلو، بس بده تعب، يعني بده تعب وبده يعني ضلك تتابعي كمان وتطوري من نفسك من خلال مراجعتك وللقوانين ومتابعتها دائما. تمام، شكرا لك. هلا ست نجاح العادي بدنا هاي الفكره تشكر لنا عن نعمه الامن والامان، كونكم اكيد في هذا القطاع يعني بتحتاجوا لهالشيء، بتشوفوا نعمه الامن والامان من خلال زيارتكم للمحاكم للدوائر. الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، وبظل القياده الهاشميه الحمد لله جلاله الملك عبد الله الثاني، الحمد لله الأردن يعد من أكثر الدول أمناً وأماناً. إحنا رح نضل بهالنعمة هاي من خلال المحاكم، الحمد لله كل شيء مسيطر عليها والأمور تمام. يعني هلا اللي عم نسمع الفئة القليلة هاي اللي عم بنشق وعم بحاولوا يعملوا عنا بلبلة، بإذن الله بإذن الله بقيادة سيدنا وبقيادة الأمن العام والقوى الأمن بكافة أشكالها ووعي المواطن، إحنا رح نتغلب على كل هالفتن اللي عم بتصير واللي بصراحة هي عبارة عن بلبلة ولناس لهم مصلحة فيها. بس الحمد لله إحنا دولة سيادة وقانون وشعب واعي، شعب بحب مصلحة بلده، رح نتغلب على كل هالشغلات الصغيرة هاي اللي هي عبارة يعني أصلا حتى من الخطأ ذكرها، هي هدفها البلبل وليس أكثر. ست نجاح العابد، شكرا لحسن استضافتك، شكرا لتعاونك معنا ببرنامجنا لقاءات وحوارات، تشرفنا أكيد استضافتك ببرنامجنا، ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم، شكرا لكم.